واكيد انا كمغربي ما يمكن لي الا نكون فخور وسعيد بالانجاز ديال اليوم. الحمد لله جينا مره اخرى نوصلوا رساله ان القوه ديالنا كتكمل في الالتحام ديالنا كاملين ملكا وشعبا. كنهديو هذا الانجاز لصاحب جلاله النصر والله والشعب المغربي كامل من طنجه للقويره، وكنستغل الفرصه باش نهنئ صاحب جلاله بعيد المرش عيد العرش المجيد مره اخرى، 25 عام من الانجازات والتفاني والاخلاص خدمه الوطن العظيم. شكرا. وهذا درس كنستمدوه من ملك البلاد وان حتى حاجه ما مستحيله. الحمد لله حنا كشعب الحمد لله كنا ثقين في المنتخب ديالنا، وهذه هي النتيجه اللي كنا كنتسناو. مازال مشوار طويل ان شاء الله، لما لا نكونوا ان شاء الله في النصف النهائي والنهائي. مره اخرى كناكدوا اننا نستطيعوا نقارعوا الكبار بعد انجاز عفوا ديال قطر، ووصلنا النهائي مره اخرى حنا في النهائي، وديما المغرب وفري فلسطين. بسم الله الحمد لله. جينا خويا لقينا شويه صعوبات بوليتيكيه وهذاك الشيء، ونورمالمون خدناهم ماشي مشكل، ولكن المقابله كانت جيده وعجبنا الماتش الصراحه. كنا مخلوعين من هذا الماتش بزاف، ولكن الحمد لله. وديما مغرب، ديما مغرب والصحراء مغربيه، ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب الصحراء مغربيه وديما رجاء. السلام عليكم خويا، اللي بغيت نقول لك الحمد لله اليوم كسبنا شباب اللي قدروا يديروا شي حاجه، اللي دعموا الفريق الاول. هذا هو الهدف من الاولمبياد اصلا، انه دعم ليكيب بروميير. وكي شفنا كاين الاشراف ديال سير كراكي ديغيغ اللي كيساند سكيتيوي، ونتمنوا ان شاء الله نكسبوا نيكيب اللي تنافس على المدى البعيد ماشي على المدى المتوسط ان شاء الله. ونتمنوا خير، وحنا ديما كنتمنوا الخير لبلادنا ان شاء الله، نتفائلوا خير وحنا ديما ورا بلادنا، وديما مغرب ديما مغرب، يقول حنا ديما ورا بلادنا. انا ما حضرتش الماتش من الاول، حضرت ليه حتى بدا الماتش بواحد 30 دقيقه. عرفتي الصعوبات اللي لقينا باش ناخذوا لي تيكي. شريت تيكي في المارشي نوار كيف كيقولوا ب 200 اورو، 200 اورو باش شريته. ما يهمش، دخلت تفرجت مع لي كوزان ديالي. المنتخب كان اليوم صراحه في توب. كاين دي فاي خاصهم يخدموا دي فاي، مي معليش الدراري باقيين دي جون، وان شاء الله يخدموا ويزيدوا القدام. وحنا راه كيف كنقولوا اون فيز لا فينال ان شاء الله، اون فيز لا ميداي دوغ. السلام عليكم. اول حاجه كنبغي نقول شكرا لكاع المغاربه اللي جاوا، ماشي غير باريس، جاوا كاع المدن ديال فرنسا اللي جاوا كاع المدن ديال فرنسا. كنظن وقيل هذه الفرصه هذه قليل فاش كتجي هنا، ديال انه كيلعب المنتخب هنا بخصوص في العاصمه ديال باريس، وجات فرصه بهذه المناسبه ديال الالعاب الاولمبيه اللي ما عمر درنا فيها شي حاجه. كنقول شكرا لكاع اللعابه وكاع المغاربه، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونعاودوا نرجعوا لهنا لباريس باش نلعبوا الفينال ونديروا ان شاء الله ماتش مزيان ونديروا ان شاء الله الذهبيه. وكنعطي تحيه للوالده ديالي وديما ماس وديما مغرب. مقابله مزيانه، الدراري لعبوا مزيان، شرفونا، وكنتمنى يمشوا بنفس على نفس الوتيره باش ندوزوا ان شاء الله للدومي فينال. وديما مغرب والصحراء مغربيه، وفيف لو ماروك. والماتش ديال اليوم صراحه كان في المستوى، الدراري شرفونا، جاوا داروا اللي عليهم، تمكنا اننا نماركيو 4 ديال البيوتا اللي غيأهلونا للنصف النهائي. كنتمناو ان الدراري يديروا نفس المجهود ويديو نفس العطاء باش نقدروا نوصلوا للنهائي، وعلاش لا نتأهلوا للفينال ونديو لا كوب في فرنسا. سي كيك شوز كي فايتر ميموغابل هيستوريك، وحنا ما نكونوا غير فرحانين وفخورين بالشعب المغربي وبالعطاء ديال اللعابه كاملين وستاف تكنيك والمدرب. الماتش كان واعر تبارك الله عليهم، لعبوا مزيان فرجونا، وكان كل شيء واعر. خويا كنشكروا البيبليك تاعنا تاع المنتخب الوطني هنا في فرنسا، والماتش كداز مزيان في المستوى، والحمد لله انتصرنا على الفريق الاخر. وديما تطوان كنشجع المدينه تطوان، والحمد لله ديما مغرب، وان شاء الله غنوصلوا للفينال وغنديروا الفينال هنا في باريس. وتحيه للمغاربه كاملين، وفيفا تطوان، فيفا الناس دمرتين. الربع النهائي ديال المغرب مع الولايات الامريكيه، والمغرب لعب، الفريق المغربي لعب بواحد الجديه، بواحد استراتيجيه، بواحد تكتيك كبيره، وفاز 4-0 على الولايات المتحده الامريكيه. فهذا كي يعني فال ديال الخير، كيبشر بالخير، وكنتمناو يبقاو غاديين في هذا الطريق ان شاء الله في نصف النهايه، ونمشيو كيف ما كنقولوا شوط بشوط ان شاء الله حتى نوصلوا للهدف الكبير ديالنا. السلام عليكم. السلام عليكم، واش ما في الحاج اوني فيني سي سنغالي، شي فيني سبورتي الماروك باسكو ريبريزونت لافريك او جوز اولمبيك.
شاء الله على ميداي دوري ان شاء الله تو البون ان شاء الله اون فاغاني ان شاء الله تو المون حكيمي ريتشاردسون ازازولي تو المون مونيخ جوكوني توت ليكيب دي ماروك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس